مش لأفراد. هاي للأمانة دخلوا الحيتان المتنفذة على الموضوع ووصلوا الطبعة بأربعين وخمسة وأربعين ألف مشان المواطن العادي المسحوق ما يقدرش يشتري تاكسي ويحتكروه هذول الحيتان المتنفذة. شايف كيف؟ والآن الضمان بثلاثين دينار، يعني إحنا صرنا نشتري صخر عندهم. حتى هاي ما معروف شوفير التاكسي أقل حظ في التعليم أقل حظ في المهن، حتى هذول صار يشتري صخر عندهم لهذه الحيتان المتنفذة. الضمان بثلاثين دينار وقعوا على شكات الضمان شيء لا يطاق البنزين كل يوم البنزين كل يوم الثاني هم رافعينه. الله حيو. شوفير التاكسي يعني بأحسن الأحوال بروح له بظرف بندورة وظرف بطاطا على الظهر ويجعلوا معاه يوم الجمعة إذا ربنا بقول وضعوا البيع يوم الجمعة بدهم ضمان يوم الجمعة طب وأنا يعني شوف وأنا مش بني آدم وأنا ما عنديش مسؤوليات ما عنديش أطفال السبب الفساد اللي هو اللي وصلنا لهي المرحلة اللي هي الدولة طبعا مجانا هاي طبعا للدولة تمنح مجانا مين اللي وصلها لـ 45 و 50000 يا ناس وصل التاكسي 55000 كل دول العالم تاكسي الأجرة أغلى شيء في الأردن أكبر نسبة وأكبر نسبة فقر في الأردن وإذا انضربت السيارة بلاقي الشوفير بعدين انضربت السيارة مش في التأمين بحسبوا لك عمي احنا جايين بنزين الأمر وضعه اللي يجي صاحب السيارة حطه بجيبته طب أنا أولادي اللي ينفع لا هالشغلة النقابة عند بنيجي بدنا نسوي العداد عشر لرار لخمس أعضاء وبروح المسار هذول بس ترى يأخذوا منا كل رفع عشر لرار وهي زي ما حكيت لك أول مرة ترى رفعات بنزين ولا ارتفع العداد بالنسبة للبنزين البنزين بس حاليا البنزين ينزل زي ما كان بس.